فن الدواري هو خراب الطويل، يعني لمسافة طويلة يسوون فن الدواري. ولما ينا حق الفن فن الجيب هو الشراع الوسطي يكون، هذه فرق وهذه فرق، يعني كل فن على ظهر السفينة، يعني كل حركة يسوونها على ظهر السفينة لها فن. ونم نتكلم عن الدواري بشكل عام، الدواري ترى يعني نبتي بتقول حق الدوار، الدواري مو بكل مرة يسوون الدواري. إذا في هناك فلقوا محار، فلقوا محار وكان على اسطاح السفينة، على اسطاح المحمل كان فيه خلينا نقول احنا محار، ما يسوون عليه دواري، لأن ليش يدورون؟ فإذا داروا فبيضايق البحارة اليازوة فبيدوسون عليه، فهني ينتقلون ما يسوون الدواري. إذا كان في فلقة على 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 الاسطاح ما يسوون دواري، إذا ذي يسوون سورية، فهم من أنواع النهمة اسمها سورية، هي أصلها صورية جاية من صور، فإحنا البحرين نسميها سورية. الصورية هي سورية إحنا نسميها، هذه إذا كان على الأسطاح بس يبونها، هي مشابهة لليامال العشاري مثلا على بس كلها غرر على الغوص يا ابو حراره يا هي بقوي المراره ولا صبي صغير هي انجز كلون الشراره يا بس كلها يرار. اذا كان في على المحمل ولا كان على الاسطاح ما يكسرون عليه دواري، يسوون عليه سورية. ولما يسحبون الخراب الطويل فن الدواري يقول هلو يا اللولو ضيع دواوينه، هلو يا اللولو ضيع دواوينه، ضيع دواوينه. ورد الثاني طبعا النهام عليه هذه. احنا تكملة حق الدواري حق كلامي، عقب ما شافوا ان الاسطاح ما عليه فلقة محار، هما يقول دور عليه النهام، يقول دور عليه ولا انه خذه يامر النهام، يقول ادور عليه، فيدورون على الخراب دور عليه، يصوت عاد اذا كان الضحى ولا كان الصبح في معقودة. في بداية الدوار يسمونها معقودة، إذا كان الصبح يطلع النهام يقول هلي يا الله صباح مبارك، يا الله صباح مبارك علينا وعلى المؤمنين، هلي يا الله صباحا هي هلو هي مبارك هلا علينا وعلى المؤمنين. هذه إذا كان الصبح. إذا صار الدواري في الليل ولا صار يقول يا الله مساين مبارك، ففي فرق منهم إذا الصبح ولا كان إذا في الليل، فيوجد هناك فروق على النهام. حتى في يخبرون الأول ركبوا المحمل ويا واحد نهام الله يذكره بالخير، وفي خلينا نقول مجدمي يفهم الفن، فياب ياب معقودة مو يعني ما تركب ويا في الليل، يجيبون كله أشياء دينية، هذه المتعارف عند النهام. الصبح بتجيب غزل، بتجيب خلينا نقول أشياء مو دينية أوكي، بس المغرب من يلمسه يجيبون أشياء كلها دينية. يلا عليك سايرينا، يلا عليك متوكلينا، يلا مساين مبارك، يا غفور التايبين، فهذه في المسي يجيبونه.